اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ مرحبا بكم معايا عاوتاني في فيديو جديد على قناتي وقناتكم رشيده بيوتي. الفيديو ديال اليوم البنات بغيت نتهلا شويه في يدي بحكم ان كيف ما قلت لكم الرحيل وكذا يعني تكرفصوا بزاف، عطوا الخبيش الحروشيه ما شحال هذه ما درت لا وصفه لا حتى شي حاجه. قلت اليوم علاش لا نوضع ثاني بهم شويه، يجيني فكره باش علاش ما نديرش فيديو مع البنات منها تونسوني ونونسكم، وانتم معايا اللي درتها في هذا الفيديو خليكم معايا. اول حاجه غادي نديرها البنات غادي نرقد يدي في هذا الماء، هذا الماء دافي ما سخونش وما باردش، يعني دافي. درت فيه الحامض ودرت فيه واحد شويه ديال البندوش ودرت فيه الملحه، راهي الا كانت كتبان لكم غير واحد راس معلقه ديال الملحه باش تعقم لينا اليد وتحيد لينا الميكروبات والجراثيم الخلايا الميته. يعني هذا الماء كيساعد باش ان دوك الخلايا الميته اللي كيتراكموا في اليد يعني ديال الشقاء الغبره وكل شيء كيتحيدوا بكل سهوله. دونك اول حاجه غادي نرقد يدي هنايا المده ديال واحد 10 دقائق ورجع معاكم. بعد ما رقدت يدي البنات 10 دقائق غسلتهم ونشفتهم كيف ما كتشوفوا، غادي نستعمل هاد لاكريم هادي ديال ازاله الشعر، كنحيد بها دوك الشعيرات اللي تيكونوا هنايا في الصباع. صراحه زوينه، كنستعملها حتى للدوفي ديالي، راه بزاف ديال البنات عارفين. المهم غادي نخلي لكم السميه ديالها، هذا البنات راه زوينه ديال لافوكا. صراحه حتى الناس اللي عندهم الحساسيه مثلا اي بوماد داروها كتنوض لهم الحبوب في الوجه ديالهم اولا يعني كيحسوا بديك البلاصه حمراء بزاف، فهادي زوينه يعني ما كتسببش داك المشكل وقديمه وهي عندي. حتى الريحه ديالها ما كتبدلش، يعني شحال ما طولت عندك الريحه ديالها كتبقى زوينه. كاينين ماركات وحدين اخرين يعني انفو كدوز عندك واحد الشهر كتخنز، يعني الريحه ديالها كتولي خانزه بزاف، زائد انها كتخلي لك تصبغات في البشره ديالك. هذه لا، هذه زوينه بزاف البنات، يعني البنات اللي كيستعملوا بحال هاد لاكريم هادو كنصحكم بهذه ديال ناتوريسوا ديال لافوكا بالضبط. بعد ما دازت واحد 5 دقائق البنات دابا غادي نمسحها. اصلا الشعر اللي تيكون في الصبع ديالنا راه تيكون رقيق، يعني اون فوا دوز غير واحد 3 دقائق غادي يتحيد. دونك غادي ناخذ هذا البابي هذا حيت ما عنديش الكوطون ديسك تسالى ليا، يعني غادي نحيد غير بهذا. هنا البنات درت معلقه ديال النيدو ومعلقه ديال الحمص مطحون، راكم عارفين الحمص مطحون اللي استعملناه، دونك خديت شي شويه من ديك الوصفه وصافي باش نديرو اليدين ديالي، لان الحمص حتى هو مبيض زائد النيدو حتى هو كيتعتبر مبيض، لان اي حاجه فيها النشا فهي كتبيض اولا كتوحد اللون ديال البشره. ندير واحد شويه ديال الحامض في هذه الوصفه هذه، لان الحامض انا كيعجبني ليدي، فداو غير الوجه والمنطقه الحساسه، اما بالنسبه ليدين والرجلين انا كنديرو عادي. ندير واحد جوج معلقات ولا 3 ديال الحليب. دابا البنات غادي نصبر عليه 10 دقائق حتى ينشف ليا، ولكن فاش ينشف ما غاديش نمشي نغسلو ديريكت، غادي نبقى ندير به حركات دائريه اللي غادي نفتحو به اللون ديال البشره، وكذلك غادي نستعملوه كغوماج، لان كيف ما كتلاحظوا فيه واحد الحبيبات اللي هما رقاق بزاف خاصنا نستافدو منهم، يعني بلا ما ندير غوماج بوحدو. فقلت هاد الوصفه هادي غادي يعني ندير منها غوماج وفي نفس الوقت غادي تعطيني واحد التفتيح ليدي.
واحد النعومه زوينه بزاف، وكتحسي بان اللون ديال البشره ديالك فتحات. المهم جربوا هذه الوصفه هذه البنات. دابا غادي نغسل يدي وغادي نمشيو للبيت باش نكملوا ان شاء الله. بغيت نصبغ ضفيراتي ونبردهم واحد شويه حيت كيف ما كتشوفوا شي صغير شي كبير. وهانتوما معايا دابا البنات، غادي ناخذ واحد من هذا المبرد هذا وغادي نبرد به ضفاري. غادي نصبغ البنات بهذا اللون هذا، كيعجبني نيود وكيبين الضفار نقيين، هو اللي غادي نصبغ به. غادي نرطب يدي مزيان بهاد الوصفه ديال الشمع اللي كنت بارطاجيت معاكم. غنخلي لكم فيديو هنايا باش اللي ما شافهاش يمشي يشوفها، زوينه بزاف للتشققات ديال اليدين وكذلك كترطب مزيان. المهم غادي ناخذ واحد شويه، هي راه كتكون قاصحه شي شويه بطبيعه الحال، نتوما راه كنستعملها راه قربت تسالي وكتجيب لكم مده طويله، يعني نص ديال الشمع ولا اصلا راكم شفتوا ما درتش النص، درت غير واحد الربع وتقريبا ها نتوما يعني راه كيجي مده اللي هي طويله. صافي كتاخدي واحد شويه في اليد كيف ما قلت لك، راها كتكون قاصحه شويه بحكم انني درت فيها زيت الكوك، وكذلك الشمع حتى هو راه كيشد فراسو. دونك فاش تبغيو ديروها غادي تجبدوها تمشيوها غير واحد شويه في يديكم، راه دغيا كتطلق. اختاريت هذه المره هذه ديال الخوخ، فيها ريحه زوينه وحتى هي كترطب مزيان، يعني غادي ندير جوج مرطبات. النتيجه تكون عجبتكم، جربوا ديك الوصفه البنات راه فريمون غزاله، وحتى هاد لاكريم هذه اللي كنت درت بالشمع حتى هي زوينه البنات. بغيتكم كاملين تجربوها شي حاجه اللي طوب. سلام عليكم مع فيديو جديد.